Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Booster ignition and the final liftoff of Discovery. The shuttle has cleared the tower. تم إنتاج هذا الفيلم بدعم كامل من مبرة بذور الخيرية. Discovery now making one last reach for the stars, reducing the stress on the shuttle as it goes supersonic. Discovery Houston, you are go at throttle up. Discovery's engines are now throttling down as the orbiter passes through the area of maximum pressure. Wilson. Commander Steve Lindsay acknowledging the call from Capcom Charlie Hoba as Discovery's three main engines throttle back up. T-minus 16 seconds, sound suppression water system has been activated. Pat from protecting Houston Discovery and the launch. We have a go for main engine start. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting Harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. انطلاق, انطلاق. هذه في أعين البعض هي حقا لحظة التنوير الخالصة في قصة العلم الحديث. لحظة رباعية الأبعاد. أطلقت في بعد جديد تماما البحث الإنساني الطويل عن إجابات لتساؤلات جوهرية قديمة قدم التاريخ ذاته. من أين أتينا؟ وكيف حدث ذلك؟ وما هو مصير الإنسان؟ وغيرها من تساؤلات شغلت الجنس البشري لعصور وأحقاب. وفي الوقت الذي أسفر فيه هذا البحث المستمر عن أساطير حفظتها أكثر من حضارة في العالم القديم، بدأ منذ قرون فلاسفة وعلماء أوائل بحوثا متصلة عن إجابات تشرح العلاقة بين الأرض والسماء. وعندما حل الظلام حتى قبل وصول العصور الوسطى، قدر للبحث الإنساني أن يتواصل ولعدة قرون، مكتسبا في كل يوم أرضا جديدة. وقد أسهم هذا الجهد بشكل بارز في ميلاد العصر الحديث. وعندما بدأ أن شعلة المعرفة على وشك أن تنطفئ، نجح بعض الرجال الشجعان على الرغم من كافة العقبات في التقاط الشعلة. وهكذا اكتسب البحث عن إجابات علمية زخما جديدا. وقد أدت القفزة الهائلة في جميع حقول المعرفة البشرية خلال 100 عام الماضية إلى أن ينجح الإنسان في أن يخطو خطوة صغيرة للمرة الأولى فوق سطح عالم آخر. ومنذ تلك اللحظة الفارقة تابع الإنسان جهوده الحثيثة ليرتاد بشجاعة آفاقا واسعة في العلم والاكتشاف وحتى في الخيال. إن قفزة حرة في الفضاء يتخيلها فنان تبدو كما لو كانت المنفذ الوحيد لملامسة السماء. قفزة مدفوعة بالتوق الإنساني القديم نحو التحليق بعيدا في الفضاء، فربما تعرف هناك على مكانه في الكون. هو هناك الآن مأخوذا بروعة الدهشة في محاولته الصعود صوب ما بدا لآلاف السنين حدودا ممنوعة تحول بينه وبين أن يطرق تلك الأبواب الكونية العظمى، أبواب السماء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
في كون يتوسع بشكل مضطرد، يبرز سؤال: كيف يتحقق التماسك بين الأجزاء المكونة لكون شاسع الاتساع إلى حدود لا يمكن حتى تخيلها؟ وعلى ماذا يرتكز هذا البناء بمادته وطاقته الجبارة؟ عالم الفيزياء براين جرين من جامعة كولومبيا يروي لنا بداية القصة. وفقاً للمرويات، فإنه في يوم من أيام عام 1665 كان هناك شاب جالس في ظل شجرة، وفي لحظة رأى تفاحة تسقط على الأرض. وكان سقوط هذه التفاحة سبباً في قيام الشاب إسحاق نيوتن بثورة أدت إلى تغيير نظرتنا إلى الكون. ففي مقترح بدا بالغ الجرأة بالنسبة لزمانه، ذهب نيوتن إلى أن القوة التي تجذب ثمار التفاح إلى الأرض والقوة التي تبقي على القمر في مداره حول الأرض هما في واقع الأمر قوة واحدة. وهكذا في ضربة واحدة وحد نيوتن بين السماء والأرض في رؤية واحدة أسماها نظرية الجاذبية. وقد أشار نيوتن إلى أنه كان يفكر وهو يكتب مرجعه الكبير المبادئ المنشور في عام 1687، كان يفكر في أن هذه المبادئ الكونية قد تفيد الساعين إلى معرفة خالق الكون. لقد رأى نيوتن دليلا على تصميم النظام الكوني، فكتب يقول: إن هذا التكوين البديع في النظام الكوكبي يجب أن يفهم منه وجود القصد في التنظيم، أي أنه ليس وليد المصادفة. وتذكرنا عبارات نيوتن بجزء من الآية 65 من سورة الحج: والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهكذا كان نيوتن يؤمن بأن الله وحده قد وضع النظام الذي يحول بين وقوع الشمس والكواكب على بعضها البعض بقوة الجاذبية التي خلقها الله، واكتشف نيوتن قوانينها الرياضية. وعلى الرغم من أن قوانين الحركة والجاذبية الكونية قد أصبحت أشهر اكتشافات نيوتن، إلا أنه حذر من النظر إليها وكأن الكون مجرد آلة تشبه ساعة عملاقة. كتب يقول: إن الجاذبية تشرح حركات الكواكب، ولكنها لا تستطيع أن تشرح لنا من الذي رفع الكواكب ونظم حركتها. إن الله يحكم كل شيء ويعرف حاضر الكون وما هو صائر إليه. لقد شكلت قوانين نيوتن للجاذبية علامة كبرى نحو فهم الكيفية التي تتماسك بها المادة في الفضاء. غير أنه بينما وصفت قوانين نيوتن قوة الجاذبية بدقة كاملة، فإن نيوتن لم تكن لديه فكرة عن الكيفية التي تعمل بها الجاذبية. وأخيرا، أمكن التوصل إلى حل لهذه المشكلة بعد عصر نيوتن ب250 عاما. يعود بنا عالم الفيزياء بيتر جاليسون من جامعة هارفارد إلى الوراء قليلا ليشرح لنا كيف أن أينشتاين فكر في أن الأبعاد الثلاثة للمكان والبعد المفرد للزمان مشدودون إلى بعضهم البعض بنسيج زمني مكاني واحد. لقد كان يأمل في أنه بفهم جغرافية هذا النسيج رباعي الأبعاد في الزمان والمكان سيكون بإمكانه أن يتحدث ببساطة عن أشياء تتحرك فوق أسطح في هذا النسيج الزمني المكاني. ويصف عالم الفيزياء براين جرين هذا النسيج بأنه يشبه تماماً سطح الترامبولين، دائرة القفز الرياضية، فإن هذا النسيج الموحد يلتوي ويتقعر ويتمدد بوجود الأشياء الثقيلة كالنجوم والكواكب فوقه. وهذا الالتواء والتقعر للزمن والمكان هو الذي يسبب ما نعرفه باسم الجاذبية. لعله من المثير للاهتمام أن نجد أن وصف الشبكة الكونية التي تمسك بالأبعاد الأربعة الزمنية والمكانية معا في نسيج من بناء ممتد تردد في الذهن أكثر من آية في القرآن، بل إن مفردات العالمين تتجمع في مفردة قرآنية هي كلمة الحبك. كيف؟ سنعرف حالا. لنبحث أولا في معنى كلمة الحبك. يقول الإمام القرطبي:
ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب يقال له حبك الثوب يحبكه حبكا أي أجاد نسجه؟ ويذكر في تفسيره ما قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد من أنه الخلق الحسن المستوي. قال ابن الأعرابي: كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته. وفي معجم القاموس المحيط يعرف الحبك بأنه الشد والإحكام وتحسين أثر الصناعة في الثوب. ويضيف المعجم الوسيط إلى حبك الثوب حبك الحبل، شد فتلة، وحبك العقدة، قوى عقدها ووثقها. ويذهب الإمام ابن كثير في تعريفه للحبك بأنها مثل تجعد الماء والرمل والزرع، إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق، فذلك الحبك. ثم يورد رأيا يذهل قارئ تفسير القرآن اليوم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ذات الحبك، أي حبكت بالنجوم. نجد في الآية السابعة من سورة الذاريات وصفا دقيقا يعرف البناء الكوني بكونه نسيجا في قسم بالسماء محبوكة البناء. والسماء ذات الحبك. وهل نفاجأ إذا علمنا أن موسوعة إنكارتا الأمريكية من بين 5 تعريفات تعرف كلمة تجمعات، حيث تتخذ النجوم مواقعها بأنها طيات في الثوب، سلسلة من الطيات في الثوب، الثوب والنسيج. إنها كلمة الحبك تبرز مرة أخرى كأقوى كلمة جامعة للنسيج الكوني بطرائقه المختلفة. هذا هو المنهج القرآني، جوامع الجوامع من الكلم في كلمة واحدة نعيش بعد تأملها ودراستها تجربة بالغة الثراء على مستويات عدة من المعاني وظلال المعاني. ومن هنا نشأت مشكلة ترجمة معاني القرآن. نقرأ الآية بالعربية في 3 كلمات والسماء ذات الحبك، لكي نجدها 8 كلمات في الإنجليزية مثلا. هذه بلاغة القرآن. وتشارك هذا الرأي الكاتبة الأمريكية ليزلي هازلتون التي تعكف في الوقت الحالي على تأليف كتاب عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصدور في عام 2012. And I began to grasp why it said that the Quran is really the Quran only in Arabic. Take the Fatiha. The 7-verse opening chapter that is the Lord's Prayer, it's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation. And yet the more you add, the more seems to go missing. وترد كلمة الحبك في الآية في صيغة الجمع، فلم يقسم الله بالسماء ذات الحبيكة الواحدة بل بالحبك، وهكذا اجتمعت في كلمة واحدة عدة معان. فالنسيج قد يكون محكما أو هزيلا، قويا أو ضعيفا، مفككا أو مترابطا، غير أن كلمة الحبك تعني النسيج المحكم الحبك. وتحتمل الكلمة الإشارة إلى نسيج متعدد في خيوط محكمة ومترابطة، كما تشير الكلمة إلى وجود نظام في نسج هذه الخيوط، لأن الحائك عندما ينسج الثوب فإنه يستخدم نظاماً محدداً لنسجها، وبفعل قوة أداء هذا النظام يتحقق الإحكام. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأن المجرات ما هي إلا جزر منفصلة، عوالم معزولة،
مكونة من الغاز والتراب الكوني، تسكنها بلايين النجوم التي تفصلها عن بعضها البعض مسافات لا يمكن تخيل اتساعها. ولكن الحقيقة هي أنه لا توجد مجرة في جزيرة، بل في واقع الأمر فإن المجرات تحب الصحبة. إن القوة الجاذبة للمجرة تجذب إليها مجرات في نفس حجمها أو أصغر منها، وقد تلتقي المجرات في تجمعات متواضعة كهذه، أو في تجمعات تضم مئات من المجرات العظمى. هذا هو تجمع أبل 1689 للمجرات، وهو واحد من أعظم تجمعات المجرات المعروفة لنا، إذ يجمع أكثر من 500 مجرة، ويغطي هذا المنظر مساحة اتساعها نحو 2,000,000 سنة ضوئية، أو ما يقارب المسافة بين مجرتنا الطريق اللبنية وأقرب التجمعات النجمية اللولبية. وقد اتضحت صورة البناء الكوني بعد أن رسم علماء الفلك خريطة لتجمعات المجرات القريبة، فقد اصطفت تجمعات المجرات في تداخل مع تجمعات عظيمة أخرى لتشكل سلاسل وخيوطا تغطي في شكل طرائق سماوية مساحات هائلة من كوننا الفسيح. هذا هو النسيج الكوني المحبوك. وتظهر هذه الخريطة الشاملة للسماء أبنية مخلقة من 1,000,000 مجرة قريبة منا. وقد كشفت لنا دراسات معمقة عن أن هذا النظام في البناء السماوي يمتد في نسق يستطيل إلى مسافات لا يمكن حتى تخيلها. يبدو أن النسيج الكوني المحبوك هو العمود الفقري لكوننا. عقد وسلاسل وخيوط وشبكة كونية وبناء، كلمات تتصل جميعها لغويا بالكلمة القرآنية الحبك. The Quran tasks us as individuals to look further into science, to look further into understanding the universe. Well, I really prefer, if somebody wants to know about Islam or be introduced to Islam, I prefer that they first read about Islam before they go to read the Quran. Because the Quran is much different from the Bible and its organization and its approach and its, you know, so you've got that initial sort of obstacle, you know, that where it's much better if they have a context for it. Yusuf Ali was the Quran I read to start with. His writing, his translation is the one I've grown into Islam with. What the Quran needs is more people in the West to see the content of the Quran and see the scientific verses, so that that skepticism of divine revelation can be looked at afresh, and people can understand that there is a holy book that talks to people and talks to modern science and says, this is the way the universe is. The Quran is so much more than the other holy books before it. In general, if you think about the Quran, there are all kinds of signs in it and all kinds of indications of the importance of knowledge and the importance of investigation and the importance of seeking to know more about God's creations. You cannot take what is in the Quran as a fait accompli, as a something that has been completed and this is it and this is all the science there is and you don't need to study anything else if you read the Quran. That can be dangerous and it's wrong. As a scientist, when you're dealing with scientific method, you deal with absolute proofs. So you say, you know, this does this, and I can prove it and I can show it. So you're not likely to refer to the Quran because it's not within your scientific culture. And I think that's right. What I'm doing is approaching the Quran in a way, I've approached it in a scientific way, saying it purports to be the word of God. And these things in it are revealed to be right. T-minus 15 seconds. The sound suppression water system has been activated. 10. TLS is go for main engine start. We have a go for main engine start. Main engine.
two, one. Booster ignition and liftoff of Discovery, celebrating its 25th birthday by racking up science and supplies to the space station. Houston now controlling the midnight ride of Rick Sturko and his crew to the International Space Station. I'm a believer, and no, I did not see God up there, but you certainly did feel his presence. And so I certainly felt closer to God. You're up there, you know, there's only seven of you up there going around this beautiful world of ours every 90 minutes going once around. And you look at it, and then you look at the stars, you look at our sun, and you say, this is just too perfect for it to be coincidence or a freak of nature, of science, for this to have occurred. There had to be a higher being that created all this beauty. And so that's what makes you feel closer to God. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فلنتأمل عبارة إسحاق نيوتن التالية. كتب نيوتن عن اكتشافاته التي ربما جعلت منه أعظم عالم في كل العصور، يقول: كنت مثل صبي يلعب على شاطئ البحر، ألهي نفسي بين حين وآخر بالعثور على حجر صغير أكثر نعومة أو صدفة أكثر جمالا، بينما يمتد أمامي محيط الحق العظيم غير مكتشف بعد. إن فهمنا للكون قد قفز إلى الأمام بشكل هائل خلال القرون الثلاثة الأخيرة، ومع تمركز العلم اليوم في قلب التجربة الإنسانية، فإن فرصا أكبر ووسائل أكثر قد أصبحت في متناول البشر للإبحار في محيط المعرفة إلى أقاليم لم تكتشف بعد، وسواء كانت هذه الأقاليم في أنفسنا أو في 97% من المحيطات على الأرض أو في الآفاق الكونية المحيطة بنا، فإن المسعى الإنساني سيستمر للوصول إلى معرفة الإله الواحد خالق هذا الكون الواحد في تنوعه. هناك أمر مؤكد أن محيط الحق العظيم كما وصفه نيوتن يقع أمامنا، وكل الآفاق مفتوحة، وأن هذا وعد إلهي. وتشهد بذلك الآية 53 من سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Assalamu alaikum everyone. I just want to give you a little introduction of why I became Muslim and how it just came about really. I got a book out a few months ago. It's called The Bible, The Quran and the Science. That book is, it's so great. It's by an author called Maurice Bucay. And then he also goes on to say that the Quran is, in modern knowledge, it can't be explained. And therefore it must be the word of God, because things that happened hundreds and hundreds of years ago cannot be explained today. How they knew it sort of thing, and it's just a great book, you should check it out, it's really good. I studied Islam for 6 months before I converted to Islam, and after about a few months of studying, I started to look up into
look up the scientific and mathematical miracles of the Quran. And I started thinking to myself, that's how, if people say that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would have wrote this book, how is it possible that he knew things that we have just discovered 10 years ago? So that's when I started thinking that this must be God's words. How long have you been a Muslim? 3 years. 3 years? The thing that got me to believe was the scientific miracles of the Quran. I can't really name that many of them, but so many, the, yes. Yeah, there are many. However, I discovered the Quran's amazing accuracy on scientific statements in the fields of embryology, geology, astronomy, physics, etc. This led me to logically and rationally conclude that the Quran must be God's word because Muhammad was illiterate. But the Quran is accurate in statements which were only scientifically discovered in modern times. How long have you been a Muslim? 5 months, inshallah. 5 months? Yeah. There is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was his message. What attracted you to the Muslim faith? It was the science. Science was what made me really revert to Islam. Your brother here, alhamdulillah, he accepts Islam as well. Okay, your brother? Yeah, alhamdulillah. What's your name? Isa. Let me finish, please, then you can argue with me, yeah? When I read in the Quran about the production in the womb, I could not comprehend it. Do you know why? Because in order for us to know of sperm and to know of the womb and to know of the egg inside the womb and what happens once they join together, we have to get a microscope or some sort of scanner to have a look, don't we? Yeah. The only reason we know today is because we've looked in the microscope, we've looked with the scanners, correct? In the Quran, 1400 years ago, 1000 years before the microscope was invented, it is written in the Quran that I have. كتب العالم الفيزيائي فريمان دايسون مرة يقول: كلما تأملت الكون ودرست تفاصيل عمارته تبين لي الدليل تلو الدليل على أن الكون لابد أن يكون قد عرف بشكل ما أننا قادمون. حقا، فقد أعد الكون لاستقبال الإنسان، وهناك عدد كبير من الآيات في القرآن يشهد بإعداد كوكبنا لمقدم الإنسان خليفة الله في الأرض. نقرأ مثلا في الآية 20 من سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم بروفيسور دايسون، فالكون عرف أننا قادمون في وضع مميز ومكرم. هذا ما تنبئنا به الآية 70 من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويلخص الكاتب العلمي بيل برايسون الأمر كله مؤكداً التميز الكامل للإنسان في الكون، وهو يخاطبنا بأسلوبه الفريد قائلاً: إن الشيء المميز في الذرات التي كونتك أنت هو أنها كونتك أنت، وهذه بالطبع هي معجزة الحياة. إذا كنا نحن وأنا وأنت وأنتم وهم وهن والشمس والأرض وبقية نسبة 4% من المادة في الكون المنظور قد خلقت جميعها من نفس الذرات من تراب كوني، فليس بوسعنا أن نأمل في رابطة كونية أعظم من هذه، خلق واحد بيد إله واحد. إنها تلك الرابطة العضوية التي تدفعنا إلى معرفة المزيد عن أنفسنا من دراسة مكوناتنا الكونية. وبينما نحمد الله على نعمة الحياة في احتفالنا اليومي بها، لن يتوقف التوق الإنساني إلى مواصلة النفاذ من أقطار السماوات والأرض بحثاً عن مزيد من الإجابات وسعياً نحو اليقين. هذا بحث إنساني يأخذنا اليوم وفيما هو مقبل من أعوام وربما قرون،
إلى أعتاب تلك الأبواب الكونية ذاتها، أبواب السماء. When the verses concur with the science concurs with the Quran, we need to be able to say, as Muslims, be confident and celebrate that and say, look, our book says this, and you just discovered the same. Religion isn't something that you should follow blindly. If you have questions, you need to do research and find the answers. It is the uncorrupted way to worship God. So I hope that, inshallah, you will find my webpage helpful. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and peace be on you.